عندنا سوق اسبوعي، عندنا من المفروض هذا هو السوق الاسبوعي، هذا هو السوق القديم. السوق حولوه بمعنى باش يعاودوا يرموه ويعاودوا يخدموه، اداوه بواحد المسافه وخلوه لدرك عنده قريب 20 سنه، ما يقارب 20 سنه. والسوق هذا كما راكم تشوفوا فيه ولا افات المجتمع، افات المجتمع كله هنا. من اي ناحيه، من اي ناحيه عندنا كما في كل ولايه عندنا محلات رئيس، محلات رئيس. الا بلديه حسن مسعود، الا بلديه حسن مسعود ما استفادش من المحلات هذه. ما كانش محل رئيس، الا بلديه حسن مسعود، البلديات كامله استفادوا من محلات الرئيس الا بلديه حسن مسعود. والاجابه تاع المسؤولين ما عندناش الارض الكافيه، ما عندناش البلاصه وين نديروا بمحلات. حسن مسعود ربي يبارك، حنا كبيره وعريضه، عندها ما تهز، عندها ما تهز، ما عندهاش الاراضي. عندنا الفلاحه، عندنا الفلاحه أراضي يعلم بها غير ربي. المفروض رانا سوق مفتوح مع المحلات كما راكم تشوفوا، المفروض راهم مفتوحين، راهم في نشاط تجاري. للأسف راكم كما راكم تشوفوا تقلبت سكنات، ولات للأسف بيوت دعارة، كامل الأفات الاجتماعية راهم هنا. ومن خلف السوق اكثر واكثر، لو كان تشوفوا خلف السوق تلقى اكثر واكثر. رانا نعانوا ليل نهار، المحلات رجعت سكنات. انا الحل الوحيد اقترحته على المير وعلى شيف الدائره وعلى الوالي انه يرجع المحل، يرجع المحل التجاري كما كان. من حق التجار قال لك احنا تعبنا خويا 19 سنه وحنا رانا نستناو، درك انا كي يجي نفتح راني ما نقدرش روحي، ما نقدرش. من حقنا احنا طلبنا البلديه انها تعاود يا خويا تعطينا دفعه تاع نشاط باش التجار هذا بعد ما يعودوا قدوه باش يعاودوا يفتحوا من جديد. واللي ما يفتحش محل تجاري يخرج اخويا يسلموا المحل التجاري. الشباب ياسر، البطاله ياسر، انا نأيد السيده 68 محل، انا نعرفهم بالعدد. بلا هذا 178 محل، هذا تقريبا 200 شاب، 200 شاب واش راح يخدم وحده في المحل؟ راح يخدم معاه واحد يولوا 500. ليطا تاع لهنايا تشوفوا فيه الحوانت هذو نورمالمون يبينوا لكم كلش. رئيس البلديه جامي حط كراعو لهنايا. انا نسالو سؤال، الحوانت هذو اللي مدهم التجاره ولا المساكن؟ هاو كاين شومره كاين بزاف، اما حوانت لهنايا ما كاينش، كاين قريب واحد 150 ولا 100 سواديو 60 حانوت، 60 حانوت كيدير غير 60 واحد بطال تخدمو في كل واحد تخدمو، هاك نقصت على روحك يا خويا. مد الحوانت مدهم للناس اللي ما عندهمش الاخر يا خويا، نحاسبهم نعيط لهم. قال خويا عطيتك الحانوت انا باش تخدم، باش دير فيه تجاره، ماشي باش تكريه الناس من هبه ودبه. راهي كارثه، راهي كارثه، رانا نعاني ورانا نسكنوا لهنا حداهم، والله في الليل كارثه وخلاص. المرشي هذا جرينا عليه، عندنا من 89 من 2006 غلقوها لنا، درنا اشغال عموميه هنا كان يخدم لبس عليه، درنا اشغال عموميه ل 2004 ل 2004 فهمني مليح، من 96 ل 2004 ولا شغال قاعده هنا وقاعد كلش تغلق المرشي. عطاو مرشي مؤقت داروها وتحت، روح شوفوا اللي راهم يتفخروا به المرشي هذاك، اعطاو 6 اشهر باش يرجعوه. ومن بعد درنا اتحاد تجار وعينا نجرو وشكينا وطلعنا ودرنا قداش المره، وانا نظفت المرشي هذا قداش المره مع التجار، مجموعه التجار، وحبينا نديروا الخضره هنا، جاوا هنا زحمونا، هذه بلاصه الخضره درناها وزوج زحمونا وقالوا لنا ممنوع. علاش ممنوع؟ علاش شي ممنوع هذا وشي هو الشيء ممنوع؟ انا نأيد زميلي راهو ساكن من ورايا من هنا نأيدو. اي واحد عنده محل تجاري عطيه لك تجاره، افتحوا تجاره والله سلم المفتاح تاعو، هذا هو الحل تاع المرشي هذا. المفروض رانا وسط عاصمه النفط حسن مسعود، لكن للاسف كما راكم تشوفوا تحولت الى بيوت قصديريه وبيوت للدعاره اللي هي المفروض اصلا انها محلات تجاريه، لكن للاسف السلطات ما عملت حتى مجهود باش تقضي على هذه الافه. كما راكم تشوفوا خلتنا نعيشوا في هذه الازمه والميزيريه اللي راكم عايشين فيها. كما راكم تشوفوا رانا عايشين وسط دعاره باتم معنى الكلمه.
احنا رانا ولاد فاميليا. أيوة. كوما جينا بناء وكوما جيناش بنات فاميليا ما نرفدوش كعباتنا ونجو هنايا، وما راناش جايين وحدنا، رانا جايين مع خاوتنا وجايين وكاع مكاش اللي راهي ساكنه هنايا وحدها، مكاش اللي راهي ساكنه هنا وحدها، وراهم الجوارين يشوفوا فينا وراهم يسمعوا فينا شرانا نهار. احنا ما جابناش الخير لهنايا، الله غالب، حاجه كما قالك جاتنا فوق جهدنا، قلت المعيشه، كون صبنا احنا كما قالك الحلول في بلاداتنا ما نجوش لهنايا. نرى كما قال لك بولانستو انا كما جايه من ولايه تيارت بار اكزومبل، جايه من ولايه تيارت، راني جايه هنا لحسي مسعود على اساس باش نخدم، راني كما قال لك مسؤوله على اسره كامله. ايوا جينا لهنايا راني كما قال لك انا خدامين ونخلصوا كما قال لك في نسبه قليله، ماناش كما قال لك نخلصوا حاجه كبيره اللي نقدروا اللي زعما تعيشنا والاخر. الله غالبنا كما قال لك عندنا نسبه قليله فيها الكرا، فيها المصروف، فيها وراك ديجاك على بالك كما قال لك بالوضعيه تاع حاتي مسعود، فيها كل شيء غالي. متحمله مسؤوليه دارنا، رانا كاريين لهيها وكاريين، ونخلصوا في الكريه ونخلصوا في الضو ونخلصوا في الغاز، وهنايا كي جينا كرينا تغبلنا، الكريه غاليه، المصروف غالي، وهنا في رانا في حسي مسعود كلش غالي، فيه الشركات دايرين كاع الناس تخدم سوناطراك، كاع الناس تخدم ما تخلص 20 مليون، كاع الناس تخلص 30 مليون، بصح حنايا رانا يا غي زواوله. تشوف هذه حسي مسعود، الناس اللي تجي تسكن هنايا الكريه غاليه، تشوف من الوقت اللي جمدت البلاد رانا في راني في حاله، في حاله رانا تجمدنا حنايا معاها. درك اللي العائله اللي كانت قبل 10 سنين كان عمره 20 سنه، راهو في 30 سنه، واكيد راهو تزوج وعنده اولاد. المهم تعبنا، الشيء اللي قلناه معينا نهضروا، راه 19 سنه وحنا نحكوا، ماهوش نهار يا جماعه، ما تقولي جيتوا البارح، راه 19 سنه احسن من 96، 19 سنه وحنا نضربوا باش يعاود يفتح المحل وما سلمناش في محلاتنا. نطلبوا ماذا بينا احنا كما قال لك يوفرونا، احنا ماذا بينا كون داروا لنا سكنات. ها ورانا كما قال لك تحت التهديد، راه غير كلمه ويقول لك نهدموا لكم، ها غير كلمه ويقول لكم نهدموا لكم، رانا كما قال لك رانا قاعدين وماناش قاعدين. نحاسب انا اللي عطيت له الحانوت، شك داير فيه؟ قال ما قدرتش نكريه، انايا نكريه الواحد خدام، دير تجاره على روحك. ناس هاي تعاني راهم يستناو كاع، راهم في السي تي في يطلبوا كاع، يا مكر يا خويا نطلبوا يسقمونا هذا السوق في اقرب وقت. نتمناو كما قال لك نطالبوا السلطات هذو كما قال لك يشوفوا المعيشه اللي رانا عايشينها، كما راك تشوف راه الله غالب كما قال لك وين نطيبوا وين نرقدوا الاخر. ان شاء الله نكونوا من ضمن هذا، يحصونا ونكونوا من ضمن هذا السكنات، ويشوفوا يراعونا المشكل تاعنا في المدينه الجديده هذه. انا نطلب من الدوله تعطينا السكنه وتعطينا الخدمه وتفرج علينا، تفرج على امه محمد، هذا ما نطلب من الدوله. ألف وستمائة محل عندها بلدية حسن مسعود، حوالي 30 مليار سنتيم نسالوها المواطنين وتجار، 30 مليار يعني بوش سوق، السوق هذا اللي دار سوق مؤقت، أنا ذاك دار سوق مؤقت باش خدموا السوق الآخر اللي حدا الملوسوس السوبيرة تاع سيليا القديمة، باش المواطنين باش التجار هذو يرحلوا له، قعدوا التجار فم سكنوا فم، داروا شوهوا السمعة تاعو بالزنك. يعني قلت لك الحكم مجلس ما لحقناش أننا ندير كلش، ما لحقناش أننا نقضي على البنايات الفوضوية، نقضي على السوق القديم، نسترجع ممتلكات البلدية، نخدموا الصرف الصحي، نخدموا الإنارة العمومية، نخدموا الطريق. يعني ما لقينا، قلت لك وصلنا لقينا وضعية كارثية للبلاد هذه، أي مواطن يعرفها.